معاكم دكتور مروان محمد جمال، أخصائي أمراض النساء والتوليد، ماجستير جامعة عين شمس. السؤال ده اتكرر لينا كتير، امتى الحامل تولد طبيعي وامتى تولد قيصري؟ امتى الست تولد طبيعي وتولد قيصري؟ دي ليها محددات كثيرة. اولا خلينا نتكلم على البكرية اللي هي اول مرة تحمل. اول مرة تحمل الطبيعي انها تولد طبيعي. امتى نقدر نقول انها تولد قيصري؟ مثلا لو في مشيمة سابقة، ودي متبقاش مشهورة قوي في البكرية. تاني حاجة لو مثلا البيبي نازل برجله. ثالث حاجة لو نبض الجنين مش كويس. رابع حاجة لو نزل عليها نزيف مهبلي او حاجة زي كده. الكلام ده كله نقدر نقيمه امتى؟ مقدرش اول ما الست تجيلي في متابعة الحملة اقول لها انت هتولدي طبيعي او هتولدي قيصري. الكلام ده بيبتدي يتحدد في اواخر الاسابيع من الحمل. اللهم ايه اللي حصل، اي حاجة في اثناء رحلة الحمل خلتنا نغير هذا القرار. لكن طول ما احنا ماشيين في السكة الصح بعد 36-37 اسبوع ومع الفحص المهبلي نبتدي نقرر هل الحامل هتقدر تولد طبيعي، هل حوضها كويس، هل البيبي حجمه مناسب، هل وضعه مناسب للوضع الطبيعي، نمشي في السكة الطبيعية. هل في ما يخالف هذه الحاجات ساعتها نبتدي نتجه للولادة القيصرية. امتى اقول ولادة قيصري على طول؟ لو فتح بطنها قبل كده، لو عاملة قيصرية قبل كده، لو عاملة قيصريتين قبل كده، لو عاملة 3 قيصريات، لو عاملة استئصال اورام ليفية او حاجة من الحاجات اللي زي دي، ساعتها طبعا لازم فيه قيصرية. ايه الولادة الطبيعي اللي بعد القيصري؟ في ولادة طبيعي بعد قيصري بس ليها محددات معينة. اول حاجة عاملة القيصرية دي من امتى؟ عاملاها ليه؟ الجراحة كانت كويسة ولا حصل فيها مشاكل ولا لا؟ رابع حاجة نولد في مكان مهيأ لاستحمال ولادة طبيعي بعد قيصري، عشان بيبقى ليها بعض المخاطر، فلازم يبقى المكان مجهز ان احنا الاحتمال نعمل قيصرية في اي وقت. طيب بالنسبة للولادة الطبيعي والولادة القيصري بدون ألم، نتكلم عليها كلمة صغيرة كده. الولادة الطبيعي بدون ألم دي حاجة اسمها حقنة الإبيديورال، ودي بتبقى في الظهر، ما بتعملش أي مشاكل خالص، ما بتحسيش بألام الولادة من أولها لآخرها، وما فيش اي مشاكل خالص، وبتبقي ولادة ما فيهاش اي مشاكل، بيبقى فيه انقباضات رحمية مستمرة والطلق موجود بس انت مش حاسة باي حاجة خالص، ودي بتفضل مستمرة معانا لحد ما نولد. ايا كان مدة الولادة، ولدنا في 5-6 ساعات، ولدنا خلال 24 ساعة، كل الحقنة دي ماشية معانا. بالنسبة للولادة القيصري بدون ألم، دي بتبقى عبارة عن حاجتين. أول حاجة حاجة اسمها BCA، ودي زي عبارة عن محلول صغير بيتعلق في كانيولا في الإيد وبيكمل معاك لمدة 24-48 ساعة، وده بتبقى pain free، ما بتحسش بأي ألام الولادة القيصرية. الحاجة الثانية بتبقى حاجة اسمها تاب بلوك، ودي بتبقى حقنة بتتحقن في الجدار الأمامي لعضلات البطن، بيخدر الأعصاب المغذية لمنطقة البطن وما بتحسش بألام القيصرية لمدة برضو 24-48 ساعة.